الدكتورة مها الرباط، برحب بحضرتك معانا يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. الطريقة اللي احنا بنبص عليها على الارقام غير الطريقة اللي حضراتكم تبصوا عليها على الارقام. امبارح كان عندنا معدل وفيات مرتفع عن النهاردة، وفيات النهاردة 5 حالات وفاة مع تسجيل 155 حالة جديدة. ازاي حضراتكم بتبصوا على الارقام دي؟ هو بشكر طبعا حضرتك على السؤال ده، هو لان لما بيجي بنتكلم على الاحتواء العدوى والاستعداد والاستجابة، الأصل فيها هو اكتشاف الحالات. مفهوم. يعني أنا كل لما أكتشف الحالات الإيجابية أعزلها، أتعامل وياها بالعلاج، وفي نفس الوقت أحاول إن أنا بطريقة جدية أتتبع المخالطين، والمخالطين دول يتحطوا في الحجر. هو ده أساس الاكتشاف، وهو ده أساس احتواء وتقليل سلسلة انتشار العدوى. فأنا كل لما هوسع دائرة الكشف والتحاليل، كل لما الحالات اللي عندي الإيجابية هتزيد. فأنا لما باجي بتكلم، امبارح كنا رقم، النهاردة رقم، بكرة رقم أقل، بعده رقم أكبر، هو ده كله بيمثل لي عدد الحالات اللي أنا تم الكشف عليها بالتحاليل. كل لما العدد اللي أنا توسعت في التحاليل المعملية، كل لما الأعداد هتزيد عندي، وكل ما هقدر إن أنا أتحكم في عزلها، وكل ما هقدر إن أنا أعالجها بدري، وكل ما هقدر إن أنا أتتبع المخالطين. وهو ده الأصل في احتواء العدوى وكسر سلسلة انتشار المرض في أي مكان. فكرة تتبع المخالطين. نعم يا فندم. حضرتك بتكلمي على فكرة تتبع المخالطين. هي مش فكرة، هما الاثنين مع بعض. أو مبدأ تتبع المخالطين. يعني لا، هي إجراءات بتتخذ في نفس الوقت، الحالة المحتملة المشتبه فيها الإيجابية، ومين اللي حواليهم دول لازم إن احنا نعرفهم، ونبتدي إن احنا نشوف هل هم فعلا هيتعدوا، هتبان عليهم أعراض، كل الحاجات دي. فهي لما باجي ببص على الأعداد اليومية، ما أقدرش أبص لها غير من خلال عدد التحاليل اللي اتعملت فعلا. فاهم حضرتك قصدي ايه؟ يعني ممكن لو انا زودت التحاليل ممكن الحالات تزيد، ومعنى كده ان انا فعلا بعد بقدر ان انا اتتبع الحالات اللي موجوده. فالارقام اليوم ما بتبينش حاجه، انما لازم تكون الارقام التراكميه مع الاعداد اللي تم الكشف عليها، علشان اقدر ادور على الحالات الايجابيه وابتدي اتعامل وياها بالطريقه المثلى علشان اقدر اتكلم. احنا على المستوى